حبايب قلبي، النهاردة قلنا بقى ايه؟ نعمل فرختين كده بلدي مع الملوخية والبطاطس والرز بالشعرية. قلنا تحدي بقى ايه؟ ده تحدي جميل، المزاج. ده تحدي المزاج يا جماعة، تعريف المصري الأصيل. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. ربنا يخليك يا رب، ما يحرمنيش منك. الحر مخلينا مش قادرين نتكلم. والله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلى على النبي يا جماعه، عليه افضل الصلاه والسلام. النهارده بقى جايين في ايه؟ فرختين بلدي، صينيه بطاطس، الدمع ملوخيه لا صينيه فرن، بطاطس فرن، صينيه بطاطس فرن ورز بالشعريه. ونبدا التحدي ونسمي الله. بص يا علي بقى، انا هدي لعلي ربع، اللي علي لمحمد ربع طبعا، ماشي. وانت اخصم ربع من فرختك، يبقى كل واحد 3/4 فرخه. تمام. بقول لك ايه، طب ما تخلي التحدي على نص فرخه. لا ايوه، عشان اللي يخلص. لا يا عمي، لا لا لا، نص فرخه، نص فرخه. حلو. طبعا البطاطس بره التحدي، هي والملوخيه. الرز التحدي يبقى على الفراخ والرز. ماشي ماشي، نطلع نخليها 3/4. امال احنا حاطين الفرختين ليه؟ بتكلم يعني خليها نص فرخه عشان تقدري تخلصي. خلاص ماشي، انا عارف ان انت مش هتقدري. ماشي. عايز صدر ولا فخده يا محمد؟ يلا يا علي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتفضلوا معانا. فراخ يا جماعه، واو. احنا بنجيب يا جماعه فراخ بلدي، ما بنحبش البيضه. ماشي، شايفين الجمال. هات يا محمد له بطاطس. محمد يتغدى يا جماعه. طبعا محمد ايه قبلينا. سامعني الضحكة؟ يلا امسك. بسم الله. حرام كل الحر. اتفضلوا معانا يا جماعة عشان انا هكسب علي. يعني التحدي على نص فرخة يا علي؟ انت متأكدة؟ بسم الله. اتفضلوا معانا يا جماعة. سخنة قوي. انا اسفه يا جماعه، بصوا الحر عامل فيا ايه، سامحوني بقى. الجو نار نار نار. ايه صينيه البطاطس دي؟ زبده يا ابني. جماعه في قناه اسمها وفاء محمود، وفاء محمود من بورسعيد، وعامله فلوجات جميله جدا، يعني مصوره لكم الاسواق، انا هحطها لكم هنا تشوفوها وتخشوا وتقولوا احنا من عند ام محمد. ده فضلا وليس امرا، يعني ده بعد اذنكم يعني. طبعا. اسمها وفاء محمود، عامله فلوجات في اسواق الباله، وفلوجات في اسواق الخضار وفي بورسعيد، يعني خشوا لفه لفه عندها، وان شاء الله القناه تعجبكم. ان شاء الله باذن الله. بس ما قلتليش يا شيخ، شوف البطاطس الروعه دي. والله يا جماعه مش مبالغه، بطاطس روعه روعه روعه. فراخ طب قطعلي فراخ. لا يا جماعه، ده تحدي بقى. لا يا علي بقى، لازم تتعلم. عايز ايه؟ كل اللي يجي من ايديك حلو. عجبكم كده؟ هو ده الراجل المصري. لازم اكسب. خلاص يا جماعه، اخدت على المكسب، طعمه حلو قوي. الفلفل الاسمر اللي بيبقى جوه الفرخه ده يا جماعه خطير. على فكره انت بتفضلي تقولي انا هكسب هكسب. والله بقالي كام مره بكسب، هما يشهدوا. كسبت مره، عملت فرح. هتشوف.
الفراخ النهارده جميله قوي عليك، من المرات الحلوه قوي يعني بجد. طعمها خطير. الله تسلم ايدك يا ام محمد. بقيت انا يا بابا ما تنسوش يا جماعه هسيب لكم وفاء محمود تخشوا تلفوا لفه في قناتها. طبعا هتقولوا علينا بقى رخمين ان احنا نقول لكم لايكات. اه بالله عليكم لايكات بقى، لنا كام فيديو اللايكات قليله وزعلانين، وعلي بالذات زعلان قوي ما بينامش. اه والله سهران طول الليل بسبب اللايكات. اه مش كده، بحب الفراخ اللي يبقى طعمها كده. في فراخ يا جماعه بتزعلني بجد. عادي السدلات بنجيبها منين؟ عشان ايه حبيبتي بتسال؟ نجوى اسمها نجوى، بنت بتسالني من بورسعيد وعايزه تعرف السدلات منين. محل خلف في التجاري، خش له من شارع نبيه وهتمشي شويه كده هتلاقي محل خلف، وفي محل اسمه بسمه على نبيه والتجاري. انا والله ما اعرف بس مش سدلات. بس مش سدلات يعني؟ بس مش سدلات. اه ملوخيه، بصوا بصوا الملوخيه يا جماعه. لكن خلف ده اللي هو في التجاري نفسه هتلاقي عنده تشكيل حلو. انا والله اسفه لو اتاخرت عليكي في الرد، بس انا فعلا ما بعرفش بالطرق. حلاوة على الملوخية. تخش التجارة تسأل على محل خلف من ناحية نبيه هيدلوك على طول. التحديات صعبة أوي في الحر يا جماعة، ما تستقلوش بيها. احنا بنبقى عايزين مية بس. اه والله. ولو ينفع مع الاكل ده حاجه ساعه كنا حاطينه. هخش على الربع التاني كده ابقى خلصت النص بتاعي. الملوخيه ضرب نار هي كمان. حطي اللايك يا قلبي يا عينيا يا قلبي عشان الحر اللي احنا فيه ده. حطوا اللايك. والله لولا التحدي ما اخش اقف في المطبخ ابدا. هو تاني الربع بتاعي. عايز سلك؟ انا ايدي اتبهدلت بسببك. بسبب انا؟ اه. هعمل فيها ايه دي بس يا جماعه؟ قولوا لي. قولوا لي اعمل فيها ايه؟ اكتر من اللي انت عامله. حوارات تونز عملوا فينا حته مقلب امبارح يا جماعه. طلع من عينينا في البث واحنا فاتحين البث بالاتفاق طبعا مع ماما واختي. الحر يا جماعه ولو وقفه في المطبخ صعبه، مش قادره بجد. ليه؟
الموجة الحارة دي يا جماعة بقالها فترة، يعني بقالها تقريبا في 10 أيام أهو تعبنا بجد، موجة حارة شديدة شديدة بجد. بفكر أنزل فيديوهات يوم ويوم، إيه رأيكم يا جماعة؟ حبايبي كده يزعلوا، تعبنا قوي يا علي بجد، تعب يا جماعة تعب. بالله عليكم شجعوني باللايك، بالله عليكم والله انا جاي من الشغل ما عندكمش فكره طالعه من المطبخ عامل ازاي، غير لما يكون واقف في فرن، في فرن صعب كمان. نحرق يا جماعة، ما خلينا مهبطين. انسحبت بجد؟ والله ما قادرة، أنا أكلت ربع وسبت حتة من ربع وسايبة معلقتين رز بس متحدد. ليه كده؟ انا اصلا مهبطه بجد، عذرك والله عذرك، هرجع لكم وانا بتعاقب يا جماعه. بلاش عقاب والله. لا ازاي؟ لا والله اصل عاجبك ليه؟ حرام عليك، هو بس منظره وهي طالعه من المطبخ كان شكلها يعني يصعب عليكم بصراحه، وشها ده مزمر كده واحمر وما هيش قادره تقف بجد، الطبيخ صعب قوي في الحر قوي. والله حرام عاجبك بصراحه، وبعدين الاكل الجاهز ما يتاكلش لا حرام، وبنخاف منه. اه في اكل يتاكل وفي اكل ما يتاكلش، لكن مش كله يعني، مش يعني انا عماله افكر اجيب ايه جاهز بكره عشان اريح، مش لاقيه حاجه، مش لاقيه حاجه، صعب. فعلى قد تعبنا بالله عليكم، بالله عليكم احنا مش طالعين نهزر ونضحك، وفي ناس بتقول انتوا بتطلعوا تاكلوا وتاخدوا فلوس، والله ما طالعين نهزر، ده شغل، شغل يا جماعه. في ناس مش مستوعبه ان ده شغل، والشغل صعب صعب فوق ما تتخيله. كفايه وقفه المطبخ كل يوم، كفايه قعدتنا دي، كفايه مثلا ما يجي لك كومنت يحرق دمك، ويعني في حاجات كتير صدقوني شغله صعبه جدا. اه والله بجد، بالله عليكم تحطوا اللايك وتزودوا اللايكات، وما تنسوش وفاء محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.